طب نبدا من الاخيره، هي خشونه المفاصل. طبعا خشونه المفاصل هي من امراض العصب، وهي مرتبطه بشكل اساسي بطبيعه الاكل الغذاء. هو ايش؟ هو ركبتين وفي بينهم سائل وفي غضروف. الان مع الوزن، مع العمر، مع الولادات، طبعا بنلاقي الخشونه عند النساء اكثر منها عند الرجال. الخشونه عند المراه اكثر من عند الرجل. فبنلاقي انه بدات المفاصل تضغط على بعض. وطبعا الخشونه مراحل، لعند ما تصل للمرحله النهائيه اللي بيجي بيقول لك الدكتور بدك ايش؟ بدك مفصل. حتى موضوع المفصل اليوم موضوع طبيعي وعادي جدا، يعني موضوع مش رعب. صارت عمليه المفصل زي عمليه اللوز. لكن عشان احافظ على مفاصل قويه يجب ان احافظ على غذاء جيد. لكن من الوصفات المفيدة للمفاصل السمسم. السمسم لو تناولنا يوميا ملعقة من السمسم الأبيض، يعني طحناه وتناولناه، كثير ممتاز. هذا واحد. الشيء الثاني، في عندنا تحديدا للنساء شيء اسمه فول الصويا. فول الصويا هذا موجود عند العطار، هو حب أبيض. ودائما اقول للنساء بيتك ما يخلاش من حاجتين، من فول الصويا ومن الحلبة. لان فول الصويا مقوي للمفاصل ومضاد لهشاشة العظام ومفيد، مضاد للهبات السخنة بالذات بعد انقطاع الدورة، ومفيد للحفاظ على الجسم كله، ومفيد للكالسيوم، ومقوي لجهاز المناعة. ففول الصويا هذا شيء رائع وموجود ومتوفر، وممكن نعمل منه حليب الصويا. كيف؟ لا لا، انت بتروح على العطار بتقولي له اديني فول الصويا. فول الصويا يعني عبارة عن حب صغير زي حبة الحمص، يعني ملساء بشكل دائري مدورة هيك. لا احنا ما بنعرفوش يا جماعة، احنا في غزة ما بنعرفوش كتير. لكن لو رحت على العطار قلت له اديني فول الصويا، هو عبارة عن حب زي حبة البازيلا بالضبط، بس لونها ابيض، ابيض زي الحليب. هذا ممكن ايش نعمل فيه؟ ناخده نروح واحنا نقعينه زي ما بنقع الحمص، بعدين بنكب الميه. بنجيب مثلا طلع معانا كوب من فول الصويا، بروح بحط مقابله ثلاث اكواب من الماء. يعني طلع عندي مج فول صويا بعد ما نقعته بحطه في المونونيكس، وبحضر ثلاث اكواب من الماء، بضيف اول كوب وبروح بضربه على الخلاط عشان ايش؟ يصير ناعم. وبضيف الكوب الثاني والثالث وبروح وانا ايش؟ ضربهم على الخلاط بصير بودره. بعد هيك بحطه ب طنجره واحنا بروح ايش؟ يعني عاملينه زي الحليب. سخنين النار، يعني النار هاديه، بصير تطلع رغوه. كاني بسخن حليب، سبحان الله. وبحرك، بعد هيك بسيبه يبرد، بروح بعدين بصفيه بشاش. هينزل عندنا حليب، ماده بيضاء، بعصره. الختل اللي طلع هذا بنرمهوش، هذا ممكن نعمل فيه بصاره. كيف بنعمل البصاره تبعت بالفول؟ بنعمل فيه بصاره، بصاره بفول الصويا. الحليب اللي طلع هذا بنشربه. طيب بدنا نعمل جبنة منه. الحليب نفسه اللي طلع هذا اللي صفناه، اما ممكن تحط عليه فانيلا، تحط عليه اي شيء على اساس تحط عليه شوكو، يصير طعمه مقبول. يعني هذا الحليب غالي جدا لعلمكم،
يعني لو رحت على السوبر ماركت تقريبا حاجه 15 شيكل علبه الحليب، وممكن ما تكلفكيش في البيت 3 شيكل. نرجع تاني، اذا الخيط اللي طلع ايش عملنا فيه؟ تعرف تعمل البصل ولا اقول لكم اياها؟ ولا منير هنا اقول لكم طيب بتجيب لنا اياها يا اختي لما تعملها. طب خلصنا البصاره نرجع الحليب. الحليب كيف بدي اعمل فيه جبنه؟ بجيب كوب، بدنا نعمل من حليب الصويا جبنه هالقد. يلا جبنه الصويا. الان قلنا انا طلع عندي مج حليب، بروح بحطه مثلا بال بضيف عليه، بجيب 3 ليمونات بعصرهن وبضيف الليمون على الحليب وبحركه بجمد، وممكن احط شويه ملح عليه، ولما يجي يجمد بروح بنحطه زي ما بنعمل الجبنه يعني بنسيبه شويه بتزل الميه تبعته. دافي بكون. هيك صارت عندي جبنه اسمها جبنه الصويا. الميه طبعا اللي زلت بنجيب جبنه الصويا بنقطعها وبننقعها بالميه اللي زلت. هيك عملت جبنه صويا، هيك عملت حليب صويا، هيك عملت بصاره صويا. ايه؟ لا ليمون خلاص صافي لحاله، صافي لحالها لحالها هذه سبحان الله يعني تتجمد لحالها. ايه؟ لا لا ما بدهاش غليان الجبنه. الميه لما بتيجي بدك تسخنيها يعني نار هادئه لمده 5 دقائق بس. كيف؟ ولا اشي ولا اشي. وهذه لانه شوفي فول الصويا اغنى من الحليب بالكالسيوم. فول الصويا اغنى من الحليب بالكالسيوم، فهيك انا فول الصويا هذا كنز. فالمره لما تحطه في بيتها وتستخدمه مره جبنه مره حليب مره تاكله، حتى شفتهم برا بيعملوه زي القضامه، بحمصوا فول الصويا زي القضامه بالضبط وباكلوه. فانت بتضمني انه ما يصيرش عندك هشاشه عظام، ما يصيرش عندك خشونه مفاصل، ما يصيرش عندك الهبات السخنه اللي بتظهر هذه مع الدوره، تظهر مشاكل عن كل هذه المشاكل بتروح. هذا خلصنا حليب الصويا. الان نيجي للحلبه. الحلبه طبعا المزعج فيها ريحتها، لانه رائحه الحلبه معروف انها مزعجه. عشان نضيع رائحه الحلبه بنضيف عليها نعنع. نعنع بتخفف من رائحه الحلبه. والحلبه بعد ما نشربها البزر ما نرمهوش، اما بناكله بالذات لمرضى السكر او بنخلطه بصير زي العجين. ممكن نستخدمه لحب الشباب، ممكن نستخدمه للناس اللي عندهم صدفيه او اكزيما بالذات في الشتاء لبخه يعني، للناس اللي عندهم تلول حطوا عليه. فالميه استخدمتها والحلبة عالجت فيها الأمراض. والحلبة يا جماعة من المشروبات المقدسة عند الأتراك، عند الأتراك والروس، في يعني القرى في الروس. ولن أنسى في 2010 كنت في الحج، فكانت معي طبعا ما شاء الله كل عواجيز الحارة، امي وخالت ابوي وست وحمات اخته كل العواجيز معي. واحنا في الصفا والمروه وبتعكز القعدات عبال ما طلع روحي طبعا، فلفت انتباهي مره عجوز يمكن عمرها مش اقل من 120 سنه. والله يا جماعه من كثر انحنائها يعني ظهرها يعني كثير ظهرها مقوس، والغريب انه زي الكركز بتجري رايحه جايه. فانا الموضوع لفت انتباهي، فصرت بدي اعرف ايش السر، يعني كيف مره عجوز بعمرها بالعمر هذا وبتجري. فكان معها ابنها، فبقول له يعني انت شايف ايش المعايير؟ 50 سنه عمرها ومش قادره تمشي، وانت ما شاء الله امك يعني كبيره بالسن. قال لي احنا عندنا المراه يوميا لازم تشرب حلبه يوميا، فالحلبة هي اللي أدت هذه القوة لهذه المرأة. فعليكم، وطبعا زي ما قالوا عن الحلبة هي الذهب الأصفر،
هذا بالنسبة لموضوع التهاب المفاصل. وفي كبسولات في الصيدلية اسمها جلوكوزامين، هذه يعني بيستخدموها في لخشونة المفاصل. هذه المادة موجودة وين؟ من وين جايبينها؟ جايبينها من رجلين الدجاج. رجلين الدجاج فيها مادة تقوي المفاصل. و هي شاطرة، هي صح. عادي، في مصر شفتهم بشو رجلين الدجاج. طيب، فنرجع تاني لخشونة المفاصل. جلوكوزامين، جلوكو جيم لام واو، جلوكوزامين. طيب، نيجي كمان ممكن نعمل زيت في البيت يساعدنا في التخفيف من خشونة المفاصل. أول إشي نجيب ملعقتين من الزنجبيل، ملعقتين من الفلفل البودرة، ملعقتين من الخردل المطحون، وهدول نحطهن في قنية زي هذه من أو يعني أقل شوية من زيت الزيتون، ونحط هذه الزنجبيل والخردل والفلفل الشطة فيها، بنسيبها لمدة أسبوع، بنضل نحرك فيها كل يوم، وفي الآخر بندهن فيها المفاصل، وهي علاج رائع لالتهابات المفاصل والخشونة كمان. بالنسبة لالتهاب المفاصل، لو شربنا الكركم أو العصفور، بس نجيبه قرون نغليه ونشربه مرتين في اليوم، ممتاز جدا لالتهابات المفاصل ولا كمان ولا سرعة الترسيب.